طب يا جدعان جايلكم بفيديو جديد. بصوا يا جدعان، فكره الفيديو المره دي هتبقى عامله ازاي؟ لان هي حاجه كده يعني ايه، لعبه استغمايه بتاعت زمان، خلاويز كده. خلاويز ده، فهنعملها بس بطريقه ايه، طريقه مختلفه وطريقه جديده شويه. الفيلا كلها كده، المكان اللي احنا قاعدين فيه دوت مليان زخانيق كده، دي حتت يعني ايه في الفيلا من جوه. يعني انت من الاخر عليك انك انت تستخبى، تختار مكان تستخبى فيه في الفيلا، والشخصين التانيين هيطلعوا بره. يعني هيبقى في واحد بيستخبى في الفيلا هنا، هيختار المكان اللي على كيفه، وهيبقى ماسك التليفون وبيصور نفسه وهو بيستخبى، والاثنين التانيين هيطلعوا بره تمام، وهيبقى معاه تليفون هيرن. اول ما يرن الرن هيبدا الاثنين التانيين دول ايه، يدوروا عليه بقى، يشوفوا هو مستخبى في انهي حته بالظبط فين في الفيلا. اكتر واحد فينا هيجيب وقت اطول، لان اول ما نبدا الاثنين اللي بره اول ما يبداوا يخشوا عشان يدوروا عليه هيتفتح تايم، هنفتح تايم ونشوف اكتر واحد قعد وقت وطول عبال ما نجيبه. زي ما انتم فهمتوا كده يا جدعان الفكره، ان انا منمر كده على مكان، او مكان، بصوا مكان يعني مكان بسيط جدا، بس عارف انت اكيد فهمت. انا عايز يعني انت اكيد فهمت. بس هنبدا ب حاجه، انت النهارده اصلا مش عاجبني، فاحنا ممكن نبدا بجابر عشان انت بس يا جدعان. فاحنا قررنا ان احنا هنبدا بجابر تمام، وانا واسلام دلوقتي هنطلع بره الفيلا، وجابر هيبقى معاه التليفون دوت هيصور نفسه فيديو وهو بيستخبى. واول لما استخبى يا جدعان المفروض اللي انا حللنا عليهم اقول لهم ان انا استخبيت تمام. بس فاحنا تعالى كده نطلع بره. يلا اطلع بره. يلا هو بقى ايه، انت بدات يا باشا؟ مش ده شكل حلو. يلا الله، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. يلا خليك انت هنا كده في البيت. يلا انا هقفل الباب بقى. ماشي، احنا كده يا جدعان بره اهو، ومعانا ايه، معانا المفتاح. احنا نفضل قاعدين هنا مستنيين بقى اخونا جابر عقبال ما يخلص ايه يستخبى ونخش نقفشه. لازم ايه يعني، ما مش هتستخبى اي حاجه. بص يا جدعان، هيستخبى فين مثلا؟ لا واثق منه الجزء اللي جوه. بص انا مش جايه معايا خالص ان هو يستخبى جوه، يستخبى بره يعني، هيخش يستخبى جوه بس كده. ثواني بقى، ثواني بقى يا جدعان، عشان ايه بس المهمة صعبة دلوقتي. بص يا جدعان، تتوقع فين مثلا اسلام؟ انا اتوقع معلم بره، بره في الجنينة يعني؟ بره الجزء اللي جوه ده. في الجراج؟ لا مش الجراج. الجراج يا هو في الجراج، يبقى في الاوضه اللي بالوش دي. شوف يا جدعان، انا بص استخبيت هنا تحت المرتبه تمام، تحت كنبه كده في اوضه، يعني ان شاء الله ما حدش هيعرف. بس انا مش عايز افتح فلاش عشان لو فتحت فلاش هيعرف. دلوقتي حنرن عليهم اهو تمام، الرن دلوقتي اهو. بص يا جدعان، انا جابر دلوقتي بيرن تمام، احنا المفروض دلوقتي نخش يعني ايه. الو يلا استخبيت. يلا صوته تحت السرير. ماشي جايلك اهو. والله العظيم صوته تحت السرير. طبعا انا ما حبيتش اعلي صوتي علشان ما يعرفوش المكان اللي انا مستخبي فيه. دلوقتي هم هيبداوا يدوروا عليا، مش عامل صوت خالص. افتح كده، بس استنى افتح. يلا بص، يلا بس انا حاسس ان هو جوه المكنه، عارف ليه؟ بس عارف ايه، احنا قايلين ممنوع السطح، خلي بالك انا ما ينفعش نطلع على السطح. احنا والله قايلين ممنوع تروح على السطح. ايه ورا الموتيل ده؟ لا ورا الموتيل.
ده انت عمر ولا انت؟ لا عمر. بس بقول لك ايه صايع عالدغري. هو انزل 10 ثواني. وعد 10 دقايق 10 دقايق يا جدعان في الدور عليه 10 دقايق 20 ثانيه فايه كان احنا والله حرفيا قلبنا الفيلا قلبنا عليه اه قلنا عليه يطلع كده ايه نشوف المعلم استنى كده ممكن اعمل حركه غبيه ومش عامل تليفون صم بيرنوا عليا يا جدعان بيرن الو ايه الايه اوزيه انت نايم ولا ايه انت نايم انت نايم انت في الجنينه قليل الادب قوي يبقى جابر ماشي جابر احنا مش عارفين نجيبك خلاص يا جابر مش عارفين نجيبك اطلع قال له قول لنا مكانك كنت فين الاوضه بتاعت الجنينه الاوضه استنى كده ايه شغل العصابات دي لا هو بيسوحنا بيلعب بينا والله والله العظيم بيلعب بينا افتح يلا يلا يا لهوي يما يا دين يما ارفع ايه ده؟ الدنيا ضلمة وكحل وانت شفت يعني ايه يا لا بجد والله ايه ده؟ ايه رايك؟ لا 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 بص هنا خش لا جامد عالدغري عالدغري جامد مكان ما خطرش على حد خالص بص يا عم بص اصلا البتاع عامل ازاي تحت الشط مكان ما خطرش على حد بص مقفول اصلا من تحت يا ابن اللذينه لا 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 عالدغري جامد جامد اقسم بالله بص انا عجبتني والله العظيم جامد بقول لك ايه لا 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 جاحد جاحد اقسم بالله جاحد جامد جامد اول عمران بجد والله العظيم ما كانش في دماغي خالص بس فعاش على بوبو وانت كده بوبو يعتبر كسبت انت مالكش تايم حلو انت كده انت كسبت يعني انت اول واحد فينا دلوقتي فلو حد فينا غلب زيك يعني انتوا انا استخبيت مكانه وغلبته تجيبوني يعني هيبقى على حسب الوقت انا وصلت 10 دقايق وقلنا خلاص تمام تمام كده بس استسلاو لا خش انت سيب لا صاحبي خش انت خش انت سيبنا انا للتقيله a few moments later قد الله يسلم خش كده ورينا كده خش كده يلا يلا انت استخبى فين وفي جود باي لما نشوف استسلاو الصراحه احييك اقسم بالله على جوده المكان وكفاءه المكان انا لو مكانك صعب مش هنزل المكان ده عشان كنت هتبهدل الصراحه بص يا عم بص ضحيت والله اسالك نفس السؤال اللي سالته الاسلام انت تتوقع الاسلام الاسلام يستخبى فين مش عارف مش عارف اسلام يا صاحبي هيستخبى جوه الفيلا قلب الفيلا من جوه مش في الجنينه وكلام ده هنا الباب ده مقفول بالقفل تمام وهم جينا عند جابر هنا بس ما عرفناش قلنا اكيد مستحيل هو يكون معاه مفتاح بس لقيت هنا شباك بس قصير لو عرفت اخش اقسم بالله العظيم تلاته محد عارف ايه ثواني اقفل اعظم اخش جوه بقى انا لسه داخل اقسم بالله محد عارف ايه شبري ده عشان يعدي من تحت البتاع لما نام جوه مش فاهم في ايه ده بقى ده في سكه ربع ساعه بيستخبى انا مش فاهم قفلنا الفيديو يا اسلام انت في ايه؟ يلا بينا يا معلم يلا مستنينا اللي احنا لين يعني ولا ايه؟ يلا خش يلا يا عم ماشي يلا سلام صوته باين ان هو جوه بيت اقسم بالله في حمام تمام في حمام استنى بس نفتح بس طيب هتلاقيه ده بص عارف اقول لك هتلاقيه فين؟ هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في حمام حمام محمد السباحه حمام اللي هو مفيش حمام السباحه لا هنخش هنجيب امه على طول اهو كده يا جدعان ايه اهو بدأنا يلا يلا افتح بقى هنسيبه يا جدعان افتح يلا يلا
مد التليفون كده. بصوا عايز اشوف هات كده هات كده نور حيوي ده مش حيوي. انا انا كسيف لو حاجه ضاعت مني والله العظيم ما بدورش عليها. ما بالك انت بتدور ولازم تدور يعني مش عارف انا بكره كده اصلا دماغي بتصدع. Two hours later. الو ادم فين؟ استنى رجع الله يعني ايه اللي انا فين؟ ما تدع. الو ايه يا ابني؟ ايه يا معلم؟ انا باشا ايه الدنيا مش لاقيني ولا ايه؟ مكان واسع على يا عم دور على اول حاجه. يلا سلام. انت في الفيلا يا ابني؟ والله في الفيلا. اهو والله في الفيلا. طب فينك يا باشا؟ طب ثانيه طب قرب لنا المسافه سيكا. ماشي بس انت استسلمت كده خلاص. ها ايوه خلاص. انت فين بقى مكانك؟ تعالى دورت ناحيه الجراج. يلا سلام. جراج انت جابر؟ عارف يا جابر لو في اوضه الموتور اطلع. اسلام يلا استنى. انت فين يا اسلام؟ احيي الله. في الاوضه دي يا عم. بص اسلام انت دخلت من هنا؟ اه دخلت من الحته دي بالظبط. اقسم لك بالله من الحته دي من الذين. بص احيي اصلا ما جاش دماغ اصلا. بص الاوضه هنا عامله ازاي؟ الاوضه هنا متربس. خليك جوه. اطلع زي ما دخلت يا رب. اطلع زي ما دخلت. احيي يا امه بس جامد. بقول لك ايه؟ اعلم عليك. اقسم بالله اعلم عليك. انت هتعمل ايه؟ انا ماشي يا عيب عليك يا باشا. انا وعدي بس. برافو. لا هو شغل دماغه. انت كان ايه احساسك وانت بتخش؟ اقسم بالله اتخشمت حشره. انا قفلت الكاب قفلت مش قادر يا عم. الناس التليفون بره. قلت لو دخلت قلت سبت التليفون بره يبقى مصيبه. لا هو شغل دماغه. لا يا جدع ماشي ماشي. يلا 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 انا كده تمام. ها سيف لو قفشناه خلاص كده. سيف يلا افتح الفيلا. ايوه بس هات بقى كده. يلا ده يخصني. A few moments later. بس اطلع بس بره كده باذنك. انا ربنا معاك بره كده كده انا وجبوره زي الفل. يلا دول بقى سيف بقى يا جدعان. هخش هو يستخبى واحنا ندور عليه. وسيف في ثانيه في ثانيه الا ثانيه هنجيبه. رحت يا جدعان خدت منهم التليفون. يلا يلا عم اتكل على الله. والله بص مش عارف اقسم بالله ما عارف اروح فين. هو جوه مش هينفع لان جوه كلها اصلا يعني ايه ضيقه. يعني جوه كلها ما فيهاش استخبه. فين تحت سرير مقفوشه. الاوضه هنا استحاله تمام. والحمام ده برضو استحاله. دي كلها اماكن بدائيه. بس هو في حاجه او في تحت البار هنا بس اتمنها سهله. يعني انا قعدت مثلا في الخونه هنا بس اتمنها سهله. اتمنها سهله فمحدش بص عليها. ممكن اعمل كده او تشغيل. ايه التشغيل دماغي يا صاحبي؟ انا اتحشرت حشره سودا. ايه تشغيل دماغ؟ مش عارف بفكر اطلع هنا. يعني انا هبقى ايه في الفيلا ودي ده سور اصلا. بس يعني مش عارف. بس انا ما قدامش حاجه غير هنا على الدغري. انا ايه هطلع هنا كده ربنا يستر. بس مش عايز حد يشوفني هنا من بره لان هم هنا. ديت هنا كده. استنوا
بصوا هقفل وهفتح لكم تاني بعد ما اوضت، لان هي ايه حته كده. استنى بصوا يا جدعان، وانا طلعت اهو تمام، والفيلا اهي، احنا كده طلعت بره الفيلا اصلا تمام. بس ايه ما قدمش حل تاني الصراحه، ودي بلكونه تمام جنبنا، فانا ايه اضطر اخش جواها. انا كده الحمد لله دي الحاجه الوحيده اللي قدامي. A few moments later. اوه سبرين يا سي. ثانية يلا يلا فين؟ أنت على فين؟ يلا على فين يا سيف؟ نيجي فين؟ يلا سلام سلام سلام. ايه فين؟ نيجي فين؟ يا عم نملو الكلام ده. يلا هي في حتة مكتومة. ثانية افتح. يلا ربنا يستر. اقسم بالله. بص يا سلام بقى، بص 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 بص. قول لا مش هنعمل هنا، مش هنخشها تاني. بس كده يلا بقى معايا كده. هي دي الطريقه الوحيده الامثل ان انا استخبى. انا هحاول بقدر الامكان ابينهم لكم تمام، بس مش عارف. عايز اخش الحمام. بس انت عايز تنزل تحت، انزل تحت يا ابني، انزل على السلم اهو، ما تخافش ما نزلت عليه. انا بدور في الجنينه، اول حاجه انا بدور في الجنينه. hours later. انا اقسم بالله مش عارف بجد. لا الفيلا طلعت فيها حتت الواحد ما كانش متوقع كده. احنا قلنا مثلا ايه تحت سرير في دولاب، ما كنتش متخيل ان كل واحد هيجيله كده دماغه هتبقى جامده. يعني بص ثلاث اماكن، يعني الفكره اللي انا عملتها، وادي الفكره برده اللي اسلام ما عرفناش، وادي سيف برده مش عارفين ايه. بسم الله ما شاء الله هنشوف سيف يكون فين. بس فدلوقتي طبعا عدى 10 دقايق اهو كده، عدى 10 دقايق تمام. هو بس التليفون طلع له حسن. الو الو يا ابن ال الو مين معايا يا وحش؟ مين معايا؟ خلي بالك ده بقوله حدود الفيلا. لا باشا لا 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 بقوله حدود الفيلا والله. لا باشا اهم بقوله حدود الفيلا والله. هو ما كانش على السور ده، سور فيلا تانية. لا ده بقوله حدود الفيلا. لا بره حدود الفيلا. ايوه بره حدود الفيلا. لا والله يا دي. بص بص ثانيه ثانيه، انا اسال المصور عجبتك؟ جامده. حدود الفيلا بتاعتك حبيبي غايت اصلا الخشب ده. اه والله يا عم. بص بص دي عماره ثانيه يا جدعان، عماره ثانيه والله. لا يا عم ده نصب ده نصب ده نصب، بس عشان صاحب القناه فهيعديها بقى فاهمني. صاحب القناه شوف الكوسه بقى اللي بتحصل بقى. مفيش الكلام ده صاحبي. لا لا ده ناس بناس. لا 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 بره حدود الفيلا، بره حدود الفيلا والله. بص صاحبي استنى بينا على النبي، انا على الدغري ما كنتش خبيتها، ما كنتش لقيت مكان جوه بامانه والله بكلم بجد. ده الصراحه ده المكان ماشي، بس لا بتنعم ان ده بره حدود الفيلا. هو بص مش بره حدود الفيلا. انت انت في البدايه قلت جوه الفيلا وعملت كده جوه الفيلا تمام. دوت قفل الشغل. مفيش الكلام ده انا.
لا 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 يا عم، هي الاغلبيه انا هبقى موافق وده راجل. ايه رايك؟ طب ايه رايك في الفكره دي؟ لا حلو جامده دي. ده تبع حدود الفيلا. دي تبع حدود الفيلا. الله سيب كسبان يا جدعان، سيب كسبان، سيب كسبان. هو اللي كسبان الصراحه، هو اللي كسبان، صراحة. انا ما كنتش، انا ما كنتش استخبيت، انا ما كنتش لقيت مكان تاني. الاماكن كلها ضيقه، وهنا الصراحه احسن مكان. وكمان يا ابني انت عارف اصلا ده انا بقيت بصوركم، يعني انتوا عمالين تتحركوا هنا وانتوا متصورين. لا لا مش منه. طلعت يا عم. لا لا ام الناس ده مش هينفع والله العظيم. انت خسران مسجله وجدعان، والناس هتشوف، الناس هتقول لك انت خسران. طلعت مسجله في العقد. طلعت مسجله. بص على النبي، احنا هنعمل حاجه حلوه. طب اسمع بس، هنعمل حاجه جامده قوي. الناس يا عم استنى، اصبر اصبر اصبر. الناس يا عم في الكومنتات هتقول فين احسن مكان اي حد، يعني اكتر مكان حد يستخبى فيه. بتاع جابر يعني ولا بتاع اسلام ولا بتاع اسلام؟ انه مكان بتاع. مكان بتاعي ولا بتاع اسلام ولا بتاع جابر؟ اه داخل في شبر يا جدعان. بس ايه يا جدعان، انا اتحشرت حشره بالتسويق. بس عايز كل اخواتي يلا تنزل دوس لايك للفيديو، وتفعل زر الجرس، تشترك في القناه عشان عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب اخت. حلويات يا جدعان، ورب يكون الفيديو عجبكم.